الباراجلايدينج هي رياضة ممكن تأثر كتير على السياحة، وللأسف كتار من الأشخاص ما بيعرفوا أنه موجودة عنا بلبنان. لنحكي أكتر عنها ونتعرف أكتر عن هالرياضة بصرا نستقبل ميريام كزعوم. أهلا وسهلا فيك ميريام. كتير بنسمع عن الباراجلايدينج، وكتار من اللبنانيين بيسافروا لبرا بس لحتى يعملوا الباراباونت نعرفها باللبنان للأسف، ولكن عنا بلبنان أيام بنشوفهم عم بيعملوا باراباونت صوب جوني. صح، خبرينا أكثر بالبداية عن هالرياضة. لخبركن، نحن جبنا الباراجلايدينج على لبنان من سنة 90، يعني إلى زمان، بس للأسف مثل ما عم بتقولي في كتير عالم بلبنان ما بيعرفوا، بيجوا لعنا سواح من برا ليطيروا، في لبنانية بيسافروا ليعملوا باراجلايدينج برا. لهالسبب عم نجرب قد ما فينا على السوشيال نتوركس ومعكن أن نقول للبنانية أن نحن عنا باراجلايدينج وكتير سيف، مش كمان انه لا منخاف برا سيف اكتر. مش مزبوط، نحن باراجلايدينج اجت على لبنان من سنة 90. رجع سعادة شاب لبناني قرر يترك فرنسا من بعد ما تعلم باراباونت ويجي خصوصي على لبنان كرمال يعلم الشباب اللبنانية هالسبور يلي مثل ما قلت كتير بتساعد السياحة بلبنان. So once وصل لهون وبلش يعلم، العالم كتير تحمست وانشهرت، وصار في عنا كتير شباب عم بيتعلموا باراباونت، ومن وقتها لهلا ولا اكسيدان كتر خير الله. بس بدنا نعرف كتير منيح انه الباراجلايدينج في عندها سيفتي ميجرز، يعني مش بنروح بنطلع ويلا منطير مع من مكان. في عنا بايلوتس بنسالهم معك شهادة، ما بنعطي الهم ويي لا ولا بدي اسألهم بلا، بنسأله معك شهادة بفرجيه الكارت السيرتيفيكت تبعه، عندك أسيرانس بقول له ايه، عندك باراشوت دو سكور ايه، اوكي طيرني بيمشي الحال. اوكي، لنتعرف اكثر على هيدي الرياضة خلينا نتابع معك هيدا الفيديو. يلا. مريم كان عم نشوف سوا المشاهد، وبتخيل كتار من الأشخاص خاصة اللي بيخافوا بكونوا خايفين بالأول، بس الواضح بعدين قد بيكونوا مرتاحين ومبسوطين. يعني خبرينا كيف بتصير عادة، وهل منحس بالسرعة على الأشخاص اللي بيخافوا أو لا منكون عم نشوف مناظر حلوة وعم ننزل تدريجيا؟ تنسي نهائيا. تقلك في كتير عالم بيطلعوا يمكن بيكونوا مرددين، بس إذا بقلك يمكن بظرف ما بعرف سنين 1% يمكن 1% وصل لفوق وقال ما بدي طير، والباقي كله بطير. اول شيء البايلوت بيلعب دور كتير مهم، يعني اول ما بيوصل البايلوت وقت يبين قد ايه بروفيشنال قد ايه عارف شو عم بيعمل بيريح هالشخص، بصير يقول له اوكي خلص طيرني هيدي. دو لازم نعرف كتير منيح انه الباراباونت باراجلايدينج ما بتخوف مثل كانك واقفه على بالكون او على بنايه عاليه. يعني في كتير عالم بيقولوا لي انا بخاف من العلو، العالم بتجي كلمتها تتخلص من خوف العلو بتطير باراجلايدينج. الباراجلايدينج في دراسه بتقول انه انت اذا بطلت صرت معلقة بالأرض، إذا صرت ديتاشت عن الأرض بيروح خوف العلو. هيدي هالقد سهلة، وونس بتطيري عم بتطيري من غصتها، غصتها تيك أوف كتير حلو. يعني راجع وقت قرر يطير من غصتها لعدة أسباب. أول وحدة أنه وقت بتطيري من غصتها بتزوري حريصة سيدة لبنان، وسيدة لبنان درعون حريصة، هي منطقة درعون حريصة من أجمل المناطق يلي ممكن تزوريها عن جد. شو إذا عم بتشوفيها من فوق؟ في خطيطة بدرعون حريصة، يعني في أوقات في خطيطة بس أنه قليل، يعني ونحن وقت يكون في كتير خطيطة ما منطير ما منطير. سو أفضل أنه وقت يكون التأس حلو. وهلأ كمان بلدية درعون حريصة نزار شمالي رئيس بلدية عملنا هايكينج تراكس من جوني لحريصة، 7 هايكينج حتى 8 يلي بيحب يعمل هايك أند فلاي، يعني بيجي على جوني بيطلع بيمشي من لقيه بحريصة ومنطلعه على غزة الباراباونت. يعني هيدا الشيء كمان بيدل قديه البلديه فوق عارفه قيمه الباراجلايدينج. كرمال هيك لازم كل العالم تعرف انه باراجلايدينج بلبنان كتير
حلو، لانه عنا احلى مناظر، بتطيري فوق الجبل وفوق الاوتوستراد وفوق البحر، يعني بتصيبيها من كل الميلات. اذا بدنا نحكي عن مده المشوار، يعني تقريبا قد الوقت بكون هو الافريج المعدل 15 دقيقه او المينيموم 10 دقائق، لانه اصلا ما بتوصلي بقى من 10 دقائق من الجبل للبحر. فيك تبقي اوقات للنص ساعه ممكن حسب الهواء، لانه البارابانت كتير متصله بالكونديشنز تبع الهواء. قد ايه متطوره هيدي الرياضه بلبنان وبتقدر تجذب سواح؟ كثير، يعني صدقيني عم بقول لك، حتى تريب ادفايزر عطينا سيرتيفيكت اوف اكسلنس، يعني تخيلي لاي درجه انه الباراجلايدنج بلبنان عن جد مستوى عالمي. اول شيء اخذنا شهادتنا من فرنسا، يعني مش انه حيلا، والشهادات اللي عم تنعطى كل سنة وكل فترة بيجوا من فرنسا بيشوفوا الشباب وبيعطوهم سيرتيفيكت. بس برجع بقول أهم شيء مزبوط، في بايلتس بلبنان عم بطيروا بلا شهادة، عم بطيروا بلا باراشوت سكور، وعم بطيروا بلا أسرانس. بطلب من العالم بليز، لأنه إذا لا سمح الله صار حادث ساعتها ما فينا نقول حق على هيدا الشخص. نحن بدنا نحافظ على السيفتي تبعنا كل شخص. باراباند كتير سيف، وانا باكدها انه كتير سيف. اوكي، انا جوزي بيطير، ابني بعدني مخلفه له شهر بس قريبا بده يطير، رجع سعاده اي عمر؟ قولي عمر اي عمر؟ بعدين على السنه رح انا طيروا على السنتين رح يكون اصغر اصغر فرق. اذا عم تقولي انه كتير امن، يعني صح. ابدا ما بيصير اي حادث، بس اذا صار عطل تقلي شو بيصير؟ كنت عم تسالينا عن السرعه. هو وقتها بيقلع، وقتها بتقلعه ما في سرعه معينه مثل السكاي دايفنج، ما بتقشطه، ما بتحسوا بهذا الشعور قشط قلبي. سو هيدا ما في خوف منه، بالعكس نحن وقتا نبلش بدنا نطير فشختين ثلاثه وبخف وزننا وبنطلع طلوع، وهيدا الشيء العالم لازم تعرفه لان بشجعها انه تطير. وغير عن هيك انه ليه سيف، هو بس الفكره انه اذا انت عم بتطيري قدام البايلوت ضروري تركضي، اذا ما ركضتي وخفتي وقررتي تقعدي عم بتبطئ البايلوت، عم بتبطئ البايلوت، سو البايلوت بيضطر يوقف، سو بتقعدي انت وياه وبتقعدوا نص ساعه لترجعوا تعلوا الفول وبتضيعوا وقتكم، وهيدا الشيء دوماج يعني. وسيف برجع بقول لدرجه انه وقتها رجع معلم ولاده اثنين، وقتها انا كل يوم بتفرج عن جوزي من البلكون عم بطير، يعني هيدا الشيء كثير رياضة اصلا بلبنان عم نشوفها، بس بتخيل اليوم مع وجودك معنا اكثر من الاشخاص والمشاهدين تشجعوا كمان يعملوا باراجلايدنج. يعطيكم الف عافيه وشكرا لوجودك معنا.